أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول حفظكم الله: لماذا توجهون الذين يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البشر وإنما خلق من نور، ويستدلون بهذا الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث نبيا؟ قال: عندما كان آدم بين الجسد والروح. ما صحة هذا؟ مأجورين. أولا، محمد صلى الله عليه وسلم بشر، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. قل يا محمد للناس: إنما أنا بشر مثلكم. هذا يبطل قول من يقول أنه خلق منه، بل هو بشر، خلق مما خلق منه البشر. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فكيف يكون محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو مخلوق من نور لم يخلق من البشر؟ هذا من الغلو الباطل والعياذ بالله. الرسول بشر، وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من البشر، كلهم من بني آدم عليه السلام. والذي يعتقد غير هذا ضال مضل، مخالف للكتاب والسنة. ولفظ الحديث، ثانيا لفظ الحديث الذي ذكره السائل، أولا الحديث لم يصح، وثانيا ليس لفظه هكذا. يقول: إني نبي وآدم بين الماء والطين، يعني مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم نبي، ولم يقل خلقت قبل آدم، وإنما هذا من تضليل المضللين. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الذين يعتقدون هذه الاعتقادات ويخوضون في مثل هذه الأمور، ما توجيهكم لهم؟ توجيهنا لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يتعلموا العلم، لأن يعني أكثر الذين يقولون هذه المقالات ليسوا علماء أو مقلدون لمن قالها من أهل الضلال دون تمحيص ودون توقف على الدليل الصحيح. فعليهم أن يتعلموا العلم النافع ومن أهل العلم الراسخين والموثوقين، ولا يأخذوا علمهم عن العوائد أو عن التقليد الأعمى أو عن أهل الضلال الضالين المضلين، لأن هذا من عقائدهم ومن أفكارهم الخبيثة التي يكتبونها ويقررونها للناس أو يدرسون الناس هذه الأفكار الخبيثة، أو تكون في مقررات دراسية تدرس في المدارس وهي باطلة. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يمحصوا ما يقرؤون وما يدرسونه لأولادهم ليكون مطابقا للكتاب والسنة، حتى يكونوا على عقيدة سليمة. نعم.